مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلال قهوة سريعة ب5 دقايق فقط. عنا بسكوت الشاي 19 قطعة، نص كوب مي فاتر، ملعقتين صغار نسكافيه، 6 معالق صغار سكر، جبنة ماسكربوني 250 جرام أو جبنة كيري، ملعقة صغيرة نشا، 100 جرام شوكولا خام، ملعقة صغيرة زبدة، وكوب ونص حليب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا ندوب الشوكولا، بحط فوق نص كوب حليب وبحطهم بالميكروويف. بالوقت اللي عم دوب فيه الشوكولا بالميكروويف، هلأ بحط الحليب بطنجرة وبحط النشا وأربع معالق صغار سكر، ملعقة، 2 3 4. بحركهم على الغاز ليشتدوا. بس دب الشوكولا بهيدا الشكل، هلأ بحطهم على جنب ليصيروا بحرارة الغرفة. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلأ بحط فوقهم الجبنة. بسم الله. وبخفقهم مع بعض. هلأ بصروا بهيدا الشكل، بحطهم على جنب كمان. هلأ مندوب النسكافيه. مع السكر اللي بقي. عنا صينية بهيدا الشكل. بحط البسكوت بأرض الصينية. كمان بحط عليهم النسكافيه. هلأ بحط الخليط اللي عملته أنا وياكم. مدوا نفس المستوى. بعد ما صار الشوكولا بحرارة الغرفة، هلأ بحطهم على الكريمة. بسم الله. حط الشوكولا على دفعات عشان ما تطلع الكريمة لفوق. هلأ بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدي حلو القهوة السريعة اللي عملتها أنا وياكم. لنشوف مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلا القهوة السريعة اللي عملتها أنا وياكم ب5 دقايق. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.